كان بيحبني قوي الحقيقه. اتعرفت بيه ازاي؟ انا كنت في سنه ثالثه كليه التجاره وقلنا نروح للرحاني علشان يخرج لنا روايه. فانتدبوني انا علشان اروح، ما انا في فرقه التمثيل، فروحت علشان اقول له يا استاذ نجيب عايزينك تخرج روايه. فرحت وقابلني طبعا قوي، وكان في مدير مسرح اسمه فلاديمير قابلني وقال لي استنى شويه لما الاستاذ يخلص بروفا. خلص البروفا وندهولي وقلت له من هذا اليوم بدأت علاقتي بنجيب الرحاني.